هلا يوثي المعدل، اليوم عازمنا على سمكه هو استاذ جهاد ابو رحمه. صالون اريده، اكرمك الله ابو رحمه، عشتيدك عيوني الف عافيه. وهذا الطرشي من جوا ايدكم، سويته البارحه وسهرت عليه، الف عافيه. ان شاء الله. طبعا برا يسموه مخلل، احنا شو نسميه؟ طرشي. عافيه. وهذا الطرشي من جوا ايدكم، سويته البارحه وسهرت عليه، الف عافيه. ان شاء الله. طبعا برا يسموه مخلل، احنا شو نسميه؟ طرشي. طبعا سقطوا السمكه الاولى وهاي السمكه الثانيه. ولا وينك؟ حياتي اكرمك الله. بدي اروح للبصره اني بعد بصاروه، ما يحتاج اهل الكرم. هاي الثانيه، يلا شباب شيتوا. هلاو هلاو، باعوا عيني، باع الورد، باع الدلال. طبعا هذا واصلني من بيج يجنن، ايفتوا باع الفراشة، والله انتو فراشات قلبي وعصافير روحي. طبعا هذا البيج الراقي اللي يجنن، اللي هي بتركيا دازيلي هاي الاشياءات الحلوة. اي اي صداقات، كومو كومو كومو، شغلات حلوة دازيلي لي، بس يحتاج ألبسهم في يوم من الأيام وأراويكم شنو الشغلات الموجودة داخل هذا البوكس. حبيبتي شكرا جزيلا يا حلوة، تسلميلي. باعوا شو اسمه البوكس مالهم، عبق جهاز مع الطفل ده، حس روحي بيبي. شكرا حبيبتي بنات، ححط لكم السناب مالها وحط لكم الانستغرام، وتسوقوا من عندها يوصلكم كل شيء للبوكس. هلا هلا، مشروع عراقية مبدعة طباخة أكلها يجنن أكيد، وتستحق الدعم اللي هي البيت الملكي. حبيبتي تسلمي لي، فديت النادرات المعدلات. تيمو هاي شنو؟ ولا ما أدري ماما، ولا ما أدري ماما، لعد منو يدري. إنزين تعي ساعديني، خلي نشوفهم المشتركين. الله المشتركين متابعين. تعي هنا جيبي حبيبتي، ترارا. الله مو ظلمة؟ لا مو ظلمة، هذا ملفوف، ملفوف باذنجان. الله ملفوف مال باذنجان، يومي يومي. وهذا الطرش اليوم محظوظ الطرشي، ذكرته مرتين بس ناوي بعد ما كنت للطرش العراقي، انه بعمل ايد. يما يما يما، عيني عيني يما المعدلة النادرة. هذا البرغل مع الرز تمن والمكسرات والكفتة، هاي الطريقة الكرادية، اغلب اهل الكرادة يسووها، يعني ما ادري ما احكي لكم الريحة اللي تموت. يم يم يم. وهذا كباب عروق مال بيت، تدري بي أنا ما أدبرها وفاهية فدزت لي. حبيبة قلبي تسلمين، أنصحكم تطلبون منها كل الأكلات اللي ببالكم، أكيد راح أسويها. بالمناسبة هذا المشروع لازمت امرأة عراقية نادرة ومبدعة، وتستحق الدعم وتستحق أنه نطلب من عندها، لأنه بالفعل طيب. أما هاي الأشياءات الحلوة الكليتشة بأنواعها، يا حبيبتي عاشت إيدك كلش طيب. طبعا المشاريع المجانية هاي لعبتي قسما بالله، مو مسألة اعلان، بس انه الكليتشة كلش طيبة. تيمو شرايش بالاكل طيبة؟
والله كله طيبة. ماما من سويتي؟ ماما كبير سويتي؟ لا حبيبتي مو ماما كبير سويتي، ماما كبير بيت أهلها. طبعا ماما كبير يعني أمي والدتي، فكلش طيبة والنوب أنواعها حلوة. شوفوا هذه هاي بالمكسرات تموت، وهاي بالتمر. أنا مو كلش أحب التمر، بس أنا أحب الحلقوم. الجنة أم الحلقوم، بديتكم يا حلقوم يا لقم أنتو. بنات طلبوا من عندها إذا تحبون، لأن أنا أعرف الكليتش قد التعب وتاخذ وقت من عندنا، وأنتو أمر من حالي كلش ما عندكم خلق.